مشروعات الصرف المغطى من المشاريع القومية اللي بتزود إنتاجية الأرض وبتساهم في الاقتصاد القومي وبتساعد الفلاح على زيادة دخله. بدأت المشروعات بتاعة الصرف المغطى من السبعينات بعد إنشاء هيئة الصرف، والمشروع اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة مشروع تم تنفيذه من أكثر من 30 سنة، والشبكة الحمد لله كانت بحالة جيدة خلال 30 سنة دول، وعند ما بدأت أعمال الصيانة فيها لا تجدي بدأنا نعمل لها إحلال وتجديد. طبعا الصرف المغطى ليه فوائد كتير، من أهمها التخلص من الأملاح الزايدة في الأرض الزراعية والتخلص من المياه الزايدة وخفض منسوب المياه الجوفية في الأرض. الدولة كلها مهتمة بأن احنا نزيد المساحة الزراعية المنزرعة، شايفين الدلتا الجديدة، شايفين اللي في سينا، شايفين الكلام ده كله على أساس نزود الإنتاجية أو نزود المساحة المنزرعة. طب إيه التوسع الرأسي؟ التوسع الرأسي كان عبارة عن أن الدولة بتستقطب محاصيل تزيد الإنتاجية، وتاني حاجة منها كان الصرف المغطى، عشان كده الدولة مدية اهتمام كبير جدا بالصرف المغطى على أساس أقدر أزود الإنتاجية بتاعة الفدان، اللي يوصل في الآخر أن الفلاح يوصل بقى الإنتاجية عالية، وده اللي الفلاح بيأمل فيه وهو اللي عايزه أساسا. الصرف المغطى من أنجح المشاريع القومية اللي تمت لزيادة كفاءة الأرض الزراعية وتقليل تبويرها وتقليل ملوحة فيها، واللي حس بكده هو الفلاح، واحنا حسينا ان في زياده في حوالي 20% من انتاجيه الفدان لتقليل الملوحه وتقليل زياده التبوير. والشبكه هنا انشات سنه 2018 وكانت احلال وتجديد. ١٨٠ درجة انتقلت الوضع، الأراضي اتحسنت تحسين كل وجزئي، وعندنا بنشوف تأثير الصرف الزراعي ده على المحصول مباشرة. بعد ما كان بيجيب 12 وعاد بيجيب 20 و22، الدولة عمالة بتوفر كل المشروعات له من مية وصرف صحي، صرف زراعي. الصرف الزراعي دي زي الشرايين بتمشي في الدم نفس في الأرض الزراعية، تأثيرها ظاهر فوري على المحصول. والحمد لله في فرق كبير بقى عن الجيل القديم، يعني الوقت ده كان في كتمات وكان الأرض كانت ملحت وطبلت، دلوقتي الحمد لله ما شاء الله يعني الأرض عدت دلوقتي وبتجيب محصول كويس يعني، والصرف منافس بطريقة جيدة حقيقة يعني. وجود الصرف بيحاول مية الأرض تاخد ميتها وتتشرب عن طريق الصرف، بيسحب المية بياخد مية وجدد، بدي فرصة للجذور اللي هي بتاعت النباتات انها في تتنفس وبتحصل فيه، بيبقى في النبات بياخد وضعه. اما عدم وجود الصرف طبعا المية بيبقى موجودة وواقفة، بتحصل عملية الورق بيصفر، والحتت اللي بيبقى بتبرك فيها المية دي بيبقى بتصفر وقصة كده، وطبعا بتأثر على المحصول.